الحلقة 22. الأكل طعمه خطير. دي حبيبتي ماما علمتني كل حاجة في المطبخ، وأنا نفسي حلو قوي قوي في الطبيخ. هي نفسي حلو دي بتتقال عندكم في روسيا؟ لا، بس أنا اللي علمتها لها. يا حلوة أنتي. لا ده انت واضح انك مكرس حياتك لتعلمها من يوم ما عرفتها علشان تبقى عارفه تتكلم العربي ده كله يعني. وانتي ما وراكيش غير السقطه واللقطه، ما تخرسي. هو ادم حبيبي قلبي جوه، علمني كل حاجه في الدنيا، علمني الحب، علمني عيش، دواني طعم سعاده والهنا كله. يا بختي يا بختي بي. يا ايه يا حبيبتي؟ يا بختي بي يعني يا بختي. هي حبيبتي قمة في الذكاء، بتلقط بسرعة جدا. انا ملقط. ملقط؟ ادم كمان علمني احذر واقلش. علمك تقلشي؟ هو انت اصلا تعرف يعني ايه تقلش؟ ما تاكلي وانتي ساكتة، هو تحقيق. بس مش ممكن يا هن، الطريقة اللي بتاكلي بيها عاملة زي البرنسيسات يعني، رقيقة جدا. طبعا متربية على ده من صغرها، هي مش زي البرنسيسات، هي تعتبر برنسيس فعلا. فعلا اهلها علموها الاتيكات وفن السافوار فيفغ من قبل ما تتعلم كلام. لازم كده، احنا عندنا كل الا كده، احنا اصولنا كراسنا. قرصنا. قياصرة. قياصرة. القناصنا دول حاجة تانية خالص يا بيبي. انا عارفة، انا قصدي اقول كراسنا بدل كياصرة عشان انا بحب قالش. قوي. افهاتها حضرة ومبغتة. سكر مرات من اخويا، سكر سكر محلي محدود على كيما. ايه ده، وعلمتها تغني مهرجانات كمان يا ادم؟ هي من ساعة ما حبينا بعض وعلى طول بتذاكر ثقافتنا المصرية عشان ما تحسيش بغربة وكده، ده حتى الاغاني دي هي حافظاها وانا لا. يا خبر ابيض على الرومانسية. يا وهي بقى علمتك ايه؟ علمتني كل المعاني الحلوة، علمتني ان في حاجة تستاهل انك تحبي الحياة كلها عشانها، علمتني ما احسش بطعم وجمال اي حاجة في الدنيا غير لو هي معايا. هو ده الحب يا جماعة، مش كده؟ هو يا اخويا هو. الحقيقة يا شاهين، ده ادم وهاني مالوا كل ركن في الفيلا دي حب من يوم ما جينا. خلاص فهمنا خلاص. لا بقى، وما شفتيهمش وهما بيرقصوا يا شاهين، ده حاجة من ورا الخيال. لا لا نتفرج بقى، نتفرج. نت ايه؟ في ايه؟ ليه يا فاري؟ ليه يا فاري كده؟ بتجودي من عندك؟ دي مش حافظة ولا خطوة. ما انا قلت علمتها وانتوا فوق جزيرة لوحدكم. هعلمها امتى؟ هو احنا قعدنا على الجزيرة 6 شهور؟ فعلا لازم نتفرج عليكم بترقصوا، مش هنفوت الفرصة دي ابدا. مش هينفع. ليه؟ خايفين نحسدكم؟ نو ما يدير، ان صلى اللي يبص لنا قموس يصلي على النبي، يمتص في حبابي هنا من جوه. لا كده دي مش روسيه، دي من ناحيه ومن ناحيه تانية خالص. طب يلا شبعنا، قوموا بقى يلا فرجونا، شغلوهم مزيكا يرقصوا عليها يا شاهد. يلا قوم يلا حبيبي. ما تشغلش حاجه. حاضر مش هشغل حاجه. ليه يا شاهد؟ السماعه بايظه. انا عندي سماعه. روح معايا اظبطه ده كمان، احنا مش ناقصين خالص. استنى يا حازم، استنى انا هاجي اسليك. استنوا هاجي معاكم. وتسيبينا نغيب عن عينك؟ افرضي دبرنا حاجة جديدة في المؤامرة في شوية دول. طب خلاص روحوا متتأخروش عشان ما قلقش عليك يا حازم. عشان ما قلقش عليك يا حازم. طبعا لقيته حلو وغني وسنجل وانت طرت منها، قالت انقض على فريسة جديدة. يا حرام، ده صغير. اي حبيبي، ودي مدمره وملهاش باكسين. وعشان البيت مليون، وعشان البيت مليون. ادينا بقينا لوحدنا بعيد عن شاهين ده، انا عايز افهم ايه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل يا معلم؟ مفيش حاجه. لا كده رد فعلي هيضايقكم كلكم وهيبوظ لكم المؤامره اللي بتعملوها على بنت عمتك. هرجع واقول لها ان في حاجه غلط، وساعتها هتبقوا مجبرين تفهموا. لا وليه تعمل كده ليه؟ وانت مالك؟ احنا عيله بنعمل مؤامره على بعض، الموضوع ملوش علاقه بيك لا من قريب ولا من بعيد. اكتر حاجه بكرهها في حياتي ان حد يستهين بذكائي يا شادي. يا عم وانت حد جه ناحيه ذكائك؟ يوم الحادثه هاني وادم كانوا مش طايقين بعض، وبعدين لما جيتولي فجاه ادم اتحول لروميو الدايب في غرام جولييت،
وقلتولي انهم مخطوبين، وقدام شاهين ده قلت انهم متجوزين، وهاني اللي كانت بتتكلم عادي جدا بقت عامله زي الخواجه بيجو، وكلكم مش على بعضكم ومتوترين وشكلكم عاملين عامله سودة. وانا خلاص الفضول سيطر عليا وحعرف يعني حعرف. فضول بس ولا نفسك اقول لك انها تمثيليه وان ادم وهنومه ما بيحبوش بعض عشان تاخد انت فرصتك وتعبر لها عن اعجابك بيها اللي باين في كل كلمه بتقولها لها وفي كل بصه بتبصها لها؟ كل كلمه وكل بصه لمين؟ هنومه. هنومه مين؟ مين قال هنومه؟ انتوا كلكم قلتوا هنومه يوم الحادثه، وتاني يوم بقت هاني. قر بقى واعترف دلوقتي حالا يا عم شادي، من انتم؟ الو. ايوه يا عم. محدش فيكم بيرد على تليفونه ليه؟ كنا بنتعشى اصلنا. يعني سايبيننا قرن ومحدش راضي يعبرني؟ مرات ادم قالت لك من تقاليدهم الروسيه ان التليفونات تتعمل سايلنت وقت الاكل. مرات ادم؟ يعني شفتيها واكتشفت ان ليها وجود وان شكوكك كلها كانت فلص زيك؟ هو انا شفتها وشكلها روسيه فعلا، بس ما زلت مصممه ان في حاجه غلط. عارفه ايه هي الحاجه الغلط؟ انك شككتيني وخليت الفار يلعب في عب بافكارك وخيالك الغلاوي المنفسن. ما هو لسه بيلعب في عبنا كمان يا عم. ركبي له مصياده بقى، ولا حط في عبك سم فران. مش بتقولي شفتيها وبتتكلم قدامك روسي؟ وهي هاني اللي موجوده في الصور هي؟ طالعه تكلمي مين زي الحراميه كده من الترس ومستحملة الجو الرصاص ده ازاي؟ يا ماما يا ماما، انتي طلعتيه فجأة في ضلمة زي الشبح كده ليه؟ قلبي كلني عليكي من البرد. كدابة طبعا. طبعا كدابة جدا، ده نهاين علي اشيلك وارميكي في البحر اللي قدامنا ده، يمكن تتجمدي ونخلص منك. طبعا عمك كمال بتكلميه، بتديله الريبورت. مش محتاجة ذكائي يعني، ما اكيد هو. اديني امك. اتفضلي خدي عايزه. هاتي. ايوه يا كمال، قالت لك الحيزابونه دي انها قابلت عني وشافت بانيها اجمل قصه حب في العشر سنين الاخيره. انا اللي عاوز اشوف. طز فيكم كلكم، بكره تبقوا هنا وفورا تبتدي تحضيرات الحفله الكبيره ده، لو عايزين تتنيلوا تلحقوني عشان اغير الزفت الوصيه وتورثوا فلوسي. حار ونار في جدتكم. بكرة؟ لا لا، بكرة مستحيل. بكرة أصلي آدم وعد هاني يوديها مكتبة اسكندرية. البنت أصلها مثقفة قوي وممكن تتقمص لو ما راحتش. خلاص يبقى بعد بكرة. ولا بعد بكرة، عشان هو وعدها. لا، أيا كان اللي وعدها بيه، حتى لو كان هيعرفها على الإسكندر الأكبر، لو ما جيتوش بعد بكرة أنا بقى اللي أوعدكم إن أموت بعد بكرة. ارتحت كده؟ أديني حكيت لك كل حاجة. معقولة؟ معقولة في ناس كده؟ عملت كل ده عشان الفلوس؟ دي مش فلوس عادية، ده مال قارون. حتى لو كان مال قارون، ما فكرتوش في البنت المسكينة دي والصدمة الحضارية اللي بتصدموها لها دي ممكن تعمل فيها ايه؟ محدش اكبرها ولا اكبر اهلها يوافقوا، ثم انها هترجع لهم باتنين مليون جنيه. فاهم اتنين مليون جنيه ممكن يعملوا ايه في الشحاتين دول؟ هترجع لهم مين بقى؟ هاني ولا هنوم؟ هتجيبوا لها شيزوفرينيا؟ ده غير ان قلبها هيتكسر كسرة مفيش فلوس تعرف تصلحها. البنت بتحب ادم، للاسف للاسف بتحبه. باين قوي مش كده؟ زي ما بان عليا اني اعجبت بيها من اول لحظة وانت خدت بالك، بس اللي انا فيه ده مجرد اعجاب، يعني لعب عيال. انما دي واقعه في غرامه لشوشتها خالص، ده كل نفس بتتنفسه بيقول لادم بعشق. صح يا ابن المحظوظه. خلاص يا عم بقى، انت كمان الحكايه مش ناقصه نبرك. عارف لو كان هو كمان حبها زي ما حبته كنت اقول خلاص حظه حلو وحظ انا وحش، سبقني وخلاص وربنا يهنيهم ببعض. كنت هتقول خلاص؟ كنت يعني ايه؟
ولما اكتشفت انه ما بيحبهاش ناوي تعمل ايه؟ ناوي احميها من الوجع اللي هيوجعه لها. احميها يعني ايه؟ يعني مش هسيب ده يحصل عشان ده ظلم، ولو سكت هبقى شيطان اخرس، ولو حاولت تهد كل اللي عملناه هتبقى شيطان بيتكلم. اهمل من فضلك وملكش دعوه بينا. حاله واحده بس ممكن اهمل فيها. اللي هي ايه؟ في الحلقه الجايه. يبقى اللي هقوله لك ده يسمع وينفذ من غير نقاش، واضح؟ ان شاء الله يا اخويا لو بصيت لنا في قصه حبنا تتشل. طول عمري ما بحبش اتصور معاكي انتي عشان بحب صوري تطلع حلوه، انما صوره فيها هاني هتطلع مش حلوه ازاي يعني. وممكن تطور فيها انت وتقول لها عمتي بتسلم عليكي بدل خالتي بتسلم عليكي.